هذه المفترض ان هيئه التدريس واداره الجامعه بصفه عامه انها هي تحتضن هذه المناشط وتعتبرها هي الشمعه التي ستوقد وتنير اكبر مساحه فتحافظ عليها، تمنع عليها التيارات التي تحاول ان تطفئها او تمنحها، او فدورهم دور حمايه وتوجيه واحتضان لتنمو هذه الزهره وتظهر على الوجود باذن الله. نعم. هذه التجارب تحتاج للدعم اصلا. نعم، هو الان بعض الطلبه يعني يشتكون من ضعف اهتمام بعض إدارات الجامعات بهم في هذه النشاطات، بل في بعض الجامعات وبعض الكليات الإدارات تسوق العراقيل أمام هؤلاء الطلبة. وهذا شيء طبيعي يا أستاذ مروان، لأن نتيجة أن العقلية عندما تكون عقلية تقليدية أتت من رحم العقل التقليدي للتفكير أن الجامعة هي مركز تعليمي جاد فقط، لا يمثل او له علاقه باي منشط اجتماعي خارجي، تعتبر هذه جوانب تدميريه للطلبه ولمثل هذه النشاطات. هذه طبيعي، هذه متوقعه، هي المفترض ان كل من يقوم باي نشاط في الجامعه يتوقع مثل هذه العراقيل. نعم. يحاول ان يتفاداها وان يحتويها وان يحاول ان يغير اتجاهها باذن الله. نعم،